عسيمة عسيمة، كما العادة قمنا الصباح بكري، جهزنا رواحنا وخرجنا ندوكم باش تمارسوا حقكم الانتخابي. ومشيت المدرسة بعيدة، مشيت نص ساعة على سقايا ما يسالش، مش مشكل. ووصلنا للمدرسة حتى الدنيا مصحبة ومطر بالسبوت بلاستيك وكل شيء في البلاستيكي باش المطر ما توصليش. ووصلت للمدرسة وقدمت بطاقة التعريف نتاعي، صححت قدام اسمي أمال السلامي وانتخبت، مارست حقي الانتخابي. الباقي مش لازم نقول لكم عليه، تتلقاو. المهم الأكفأ للبلاد والوطني أكثر، واللي ينجم معناها يمارس معناها مهامه كرئيس في الفحص والتمعن ودرس القوانين، معناها ما يتعداوش هكاكا يبدا يصحح ومش فاهم حتى شنو، يلزم يكون متمرس في المجال هذا. وكهو ربي يوفقه، ومعاه الشعب ومعاه بقية الناس، ربي يوفقه، ربي يوفق الناس الكل. أنا تسلمي كهو، أي ربي معك. مارس حقي الانتخابي وروحت نص ساعة أخرى على سقايا. أنا أزراكية. ذكرت صغاري من سكنات كي كانوا يقراوا في المدرسة هيك، وبعيدة يجي 3 كيلومتر، راهي مش لعبة. وذكرت روحي في الجيش هيك من نمشي المسافة معناها طويلة على سقايا. نمسك البوت لحال بتاع الأبطال، مش البرد كان للآخر، البرد كان بتاع الجيش البلاستيك. ومشيت صرت 3 كيلومتر، وتذكر في مية عمرها 7 سنين وأمين 5 سنين يمشي 4 مرات للمدرسة ذيك في الشمس وفي الليل وفي الطوابي ومش كيان. معناها في الغابة، غابة بالحق، فك الحيوانات المفترسة والكلاب وكل شيء. معناها 4 مرات يمشيوا على الساقين باش كملوا قرايتهم، ربي يحميها. الحمد لله طلعت لي طبيبة، والآخر ربي ينشفوا ووفقوا، وزاد الاخر ربي ينجحوا ربي معاه زاد الكل. المهم انا اليوم عشت مره من 4 مرات يوميا في دراسه صغاري، يمشيوا 3 كيلومتر ويرجعوا، يرجعوا 3 كيلومتر ويرجعوا في غابه. معناها اللي انا عشت في الميليتير، ذكرت قلت اللي انا عشت في الميليتير هم عدو الميليتير، معناها حتى ل 18 سنة حتى للباك ماشيين جايين في مش وحدي، الحومة الكل معناها كلهم ميليتير. اللهم صل على النبي، ربي يفضل الكل وينجح الكل ويوفق الكل. عاد هذا كل باش يمشي هذا، انا لازم يمشي في واحد معناها يفهم القانون ويفهم الوطنية ويحافظ لك على أملاكك وعلى وطنيتك وعلى العالم نتاعك وعلى رزقك وعلى علمك وعلى بدنك وعلى الهوية نتاعك. هكا هو ربي مع الناس الكل، ربي يوفق الكل. أنا السلام.